مانو فوي يلعب كل ثقة. الحاجة اللي تعجب في فريق فياريال انه مش راضي بالتعادل، يلعب على الربح. فريق اخر يعدل في البرنابيو ويرجع 10 في الخلف. لا، فياريال يهاجم، فياريال يريد المكسب. الريال ينطلق الثالث. اي 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 يا ستيان، اي النيجيري من هذه، اي نيجيريا، اي اوكوشا، اي موكاشي، اي جورج فينيدي، اي الراشيدي يكيني، اي جورج فينيدي، اي نوان كوكانو، اي يا نيجيريا. كورة من نيجيريانو، كي جولاسو يا صامويل. يعاين الكورة في الشباك ديبو كورتوا، ما قدرش عليها العنكبوت، ما وصلهاش العنكبوت. هذا رجل المباراة، هذا رجل البرنابيو. انتصار يقترب، 10 دقائق لكتابة التاريخ. هل ينتصر الفياريال للمرة الأولى في تاريخه؟ رايح شاي على المرينجي في الليغا، وهل يحقق فقط في تاريخه فوزه الثاني على المرينجي في سانتياغو؟ لا يصدقون، لا يصدقون ما يحدث.